صحيح المقابلة كانت اليوم ضد النادي الإفريقي، نجم نقول الفريق المجموعة قاعدين يتحسنوا من مقابلة لمقابلة، قاعدين يقدموا في أداء معناها متقدم. توا الفرق بين المقابلة الأولى والثانية وتوا معناها المقابلة هذه، الشبان اللي تعرفوهم قاعدين يتحسنوا من مقابلة لمقابلة، وقاعدين نحاولوا كيفاش معناها نعملوا الخليط بين اللاعبين القدماء ومش قدماء، معناها اللاعبين الكبار واللاعبين الشبان. والحمد لله معناها فما هل الامالغام هذه قاعدة معناها تعطي أكلها، لاعبين خبرة كما مروان الغنجة وعبيد كشات رغم الإصابات متاعهم اليوم معناها هما شدوا صحيح باش يعاونوا أصحابهم الشبان باش يلعبوا مع غياب بالحسن الشيحي. الفريق الآن تو إن شاء الله قاعد كل مقابلة قاعد يتحسن الأداء نتاعو، أداء الجماعي، وإن شاء الله من مقابلة مقابلة حتى تو ينقصنا إن شاء الله الربح، إن شاء الله نربحوا هذوما اللاعبين التكوين نتاعهم يدخل فيه الربح والخسارة. لي كله داخل في التكوين نتاعهم ان شاء الله يكون في القادم احسن ان شاء الله. اليوم شفنا السيد احمد انه اللاعب الاجنبي اليوم اعطى الاضافه للفريق، واليوم نحسوه بدا يتاقلم مع المجموعه. هو ذي المقابله الثانيه نتاعو اللاعب الاجنبي اليوم افضل من المقابله الاولى، افضل بكثير، لكن احنا ما زلنا الحقيقه نتاع ربي ما زلنا نحب ونطلب اكثر من هكا، ربما الامكانيات نتاع اللاعب هذايا مش اللي ننتظروا فيها، ولكن فما تحسن بين المقابله هذه والمقابله اللي فاتت. فاحنا تو مازلنا اللاعب هذايا مازال تحت التجربه، وربما معناها اذا معناها جاب روحه ما كانش ممكن يتم تغييره بلاعب اجنبي اخر معناها. وحكمك اليوم على اللاعب الملعب القاسريني اللي اثبت جدارته وشفنا الامكانيات نتاعو محمد المنصور. ما عندناش لاعب نتاع الملعب القاسريني، عندنا لاعب ولد الشبيب محمد منفذ، هو ولد الشبيب الرياضيه هو من القاسرين صحيح، ولكن توا ولد الشبيب الرياضيه القيروانيه ولاعب وسط المجموعه وقاعد يتطور من ادائه من مقابله لمقابله، وباذن الله معناها احنا توا عم نعملوا على خاصة على إكمال التحضير البدني، لأنه يعني احنا بدينا التحضير كما تعرف متأخرين ياسر، والمقابلات كل يومين نلعبوا مباراة، وهذا يأثر على معناها على سير التحضيرات. فما نشكر المعد البدني في حمدي الشريف اللي قاعد يقوم معنا بعمل جبار، نشكر زادة كذلك المدربين في مسلم شلوف وسي محمد الحميدي وسي نزاء سي ياسين النجازي اللي قاعدين نخدموا مجموعه مع بعضنا نعاونوا في المعد البدني باش نوصلوا بالفريق الاحسن اعداد ممكن. كذلك سي منصف عينين وهو المدير الفني قاعد يقوم بعمل قاعدي في التمرينات 6 نتاع الصباح للشباب هذوما باش نجموا نخدموا نوصلوا للمجموعة الأحسن ما يمكن للفاز الثاني إن شاء الله. واضح، شكرا لك. شكرا لك سيد أحمد الكافي مدرب الشبيبة الرياضية القيروانية لكرة السلة، أعطانا أكثر توضيحات بالنسبة للمباراة هذه. شفنا أنه بعض اللاعبين اللي تحسن مردودهم في المباراة رغم هزيمة الشبيبة، غياب الحسن الشيحي رغم إصابة مروان لغنج، كذلك عبيد كشاط اللي أصروا على اللعب. شفنا اليوم محمد المنافذ ابن الشبيبة اللي قدم مقابلة كبيرة، فهد المكني، يوسف جا وحده، يوسف الضيف، يعني يوسف العبودي اللي قدم مقابلة ممتازة. نفسح المجال لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة القيروان.